السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلكم محمد العجوري من الفريق العلمي للنادي الطبي. إن شاء الله اليوم احنا راح نشرح اللي هو المحاضرة الأولى من ملف الكونكتيف تيشو اللي هو النسيج الضام. تمام. أنا صدقا أنا أغلب الدكاترة والزملاء بيطلعوا من هذا التشابتر أو هذا الكونكتيف تيشو مش فاهمين كثير صدقا، وحتى ما عندوش اغلب يعني ما عندوش 1% من المعلومات، حتى بجوز معنى الكونكتيف تيشو مش فاهم صدق. فالموضوع انه انا ححاول اليوم انك جد تفهم كل حرف، تفهم كل فكره، حيث انه ما يكونش عليك صعب، تدرس وانت فاهم وحافظ مع بعض، لانه الفهم بيسهل عليك الحفظ ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب انا كيف بدي افهمك شو معنى الكونكتيف تيشو؟ هسه شو معنى كلمه كونكتيف تيشو؟ كونكتيف معناه المتصل، اي تيشو النسيج، معناه النسيج اللي بيتصل او النسيج الضام، بسموه باللغه العربيه النسيج الضام، اي بضم شغلتين على بعضهم البعض، يعني بربطهم بيعمل كونكتيف. فلو اجينا هذا اعتبرته الكونكتيف تيشو، حيربط بين شيء وشيء، حيربط بين شيء وشيء على سبيل المثال، صح؟ صح. طيب فهمنا كيف الفكره، هذا معنى الكونكتيف تيشو. طب واحد بيقول لي انا من وانا صغير بفهم انه بضم شغلتين على بعض ولا قادر استوعبها، ولا واحد اعطاني مثال. انا بدي اعطيك مثال. على سبيل المثال اخوان، الان انا في عندي بون، عظمه، البون معناها العظمه، وبون عظمه اخرى. الان على سبيل المثال لو تيجي على ركبتك، ركبه تحت، تلاقي عظمه فوق وفي عظمه تحت ومربوطات ببعض، عملات متصلات، اللي بربطهم هون اسمه كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو هذا بين البون والبون، بين العظمة والعظمة، في عنا كونكتيف تيشو، نسيج ضام بنسميه الأربطة. تلاقي بربطه بأربطة، شو نسميها؟ الأربطة. مش بقول لك في معها تمزق بالأربطة، صح؟ تحس الجليزة مخلوعة صارت، معها تمزق بأربطة، لو مع الأربطة. طيب مثال آخر، الآن عنا احنا معروف انه العظمة البون ممكن تتصل مع السكيليتال مسل، سكيليتال مسل اللي هو العضلات الهيكلية بتكون متصلة بالعظام. على سبيل المثال العضلات اللي في ايديك، هاي العضلات بيستعمل حلق بابا عضلانجي، تلاقي عضلات برزات عضلاتك، صح؟ هاي العضلات مربوطة بعظم، هاي ايديك في عظم، صح؟ مربوطة بعظم، شو اللي بربطهم ببعض عشان يثبتها، يعملها سبورتيف للستركتشر تبع السكيليتال مسلز؟ برضه كونكتيف تيشو، بسموه الاوتار، الوتر. في الوتر بربط السكيليتال مسل العضلات مع العظام، والعظم مع العظم بربطه الاربطه. الوتر معناه بالانجليزي التاندون، والاربطه معناها ليجمنت، ليجمنت وتاندون. فاحنا نتحدث عنها بالتفصيل راح اذكرك فيه، بس هيدا انا فهمتك الان شو معنى نسيج ضام، اقل ما فيها كونكتيف تيشو. طيب مثال اخر، مثال اخر، ممكن الان البلد والسكن. السكن يا اخوان يتكون من طبقتين، طبقه من الابيثيليال تيشو وطبقه تحتيها سبكتينيوس، بتكون طبقه دهنيه. الدهن بنعتبره كونكتيف تيشو، الخلايا الدهنيه والدهون الثلاثيه الموجوده في الطبقه هاي نعتبرها كونكتيف تيشو. تفصل السكن، تربط السكن وتربط البلد، مش البلد فيه ريد بلد سيلز، نعتبره نسيج الدموي، فبربط نسيجين مع بعضهم البعض. مثال، هذا على سبيل المثال مثال. طيب في امثله كثير لا حصر لها، لكن ذكرت لك امثله انك تستوعب ليش هو اسمه كونكتيف تيشو. طيب انا صدقا عرفت لكم التيشو وفهمتكم شو معنى التيشو، ولكن بدي اعيده للمره الثالثه شرحا وافيا. التيشو هو نسيج مجموعه من الخلايا. طب محمد طول العلوم بيقولوا لنا مجموعه من الخلايا، تمام، مجموعة من الخلايا. الكونكتيف تيشو بيكون مجموعة من الخلايا المتباعدة على بعضها البعض، وقلنا بين الخلايا في مواد، هاي المواد بسموها الاكسترا سيلولار ماتريكس. اكسترا خارج، سيلولار الخلية، خارج الخلية، ماتريكس الحشوة اللي خارج الخلية، يعني موجودة بين الخلايا، في عندنا حشوة بين الخلايا، في عندنا حشوة بين الخلايا، صح؟ صح. في برأيك
كل ما ت... هسا بقول لك كل ما تباعدت الخليه الخلايا عن بعضها الاكسترا سيلولر ماتريكس كانت كثيره، وكل ما تقاربت زي الابيثيليال التشو الاكسترا سيلولر ماتريكس قليل سمول. فهذا هيك عرفت لك التشو. فالكونكتيف تشو قلنا احنا من خصائصه زمان بس درسنا الانسج كله مع بعض انه بتكون كميه الاكسترا سيلولر ماتريكس كبيره كبيره جدا. ليش؟ لانه الخلايا اصلا بعيده عن بعض. طيب اعطيني هذا شكل الكونكتيف تشو. هاي سيلز خليه وهاي 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 خليه. طلع قديش في مسافات بيناتهم، في فايبر بيناتهم، مواد. فكميه الاكسترا سيلولر ماتريكس شايفه اكثر من الخلايا، اكسترا سيلولر ماتريكس كبيره جدا لانه بسبب التباعد بين الخلايا. فعرف الكونكتيف تيشو از ا تايب اوف ذا بودي تيشو، هو نوع من اي عادي نوع من الانسجه اللي في جسمك. Characterized by an abundant extracellular matrix. Abundant في وفرة، في ثري بالextracellular matrix. Within which is are dispersed different type of the cells and fibers. وبيكون عندنا dispersed اللي هو مبعثر أنواع مختلفة من الخلايا والفايبرز، الخيوط البروتينية المبعثرة. هاي خيوط بروتينية بسموها فايبر، ها بسموه فايبر. وفي عنا خلايا، فالكونكتيف تيشو بتلاقي فيه سيلز وفي اكسترسيلولر ماتريكس. الاكسترسيلولر ماتريكس ممكن تعطيك الفايبرز اللي هو الفايبر هذا زي ما قلنا. تمام، شو وظائف الكونكتيف تيشو؟ طبعا كالعاده اي واحد بيجي يشرح لك اياه بقراها قراءه وبيمشي، ما بفهمك الفكره وكيف احنا العلماء استخلصوا هاي الوظائف من على اي اساس. انا بقول لك اساس كل واحد بروفايد اند مينتين فورم اوف اورجان. Form معناه الشكل، شكل العضو. Provide and maintain form of organ. طيب لو اجينا اخذنا الستومك اللي هو تمام، ستومك اللي هو انا بديش المعدة. المعدة قلنا مش فيها كمية ابيثيليال تيشو لا بأس بها، واحد بيقول لي صح فيها كمية ابيثيليال تيشو. مش اتفقنا انه تحت الابيثيليال تيشو دائما فيه كمية من الكونكتيف تيشو؟ صح؟ تقول لي صح. فهو ساعد في تشكيل شكل الأورغان للفورم أوف أورغان. فعملنا بروفايد زود يعني ساهم في شكل الأورغان. طب كيف حافظ على شكل الأورغان؟ أنا بقول لك الإبيثيليال تيشو الموجودة مثلا في الستومك في المعدة أفاسكولر. شو معنى أفاسكولر؟ لا تحتوي الأوعية الدموية، يعني ما بوصلها دم. طب كيف بدها تحصل الغذاء؟ الغذاء عن طريق إنه الكونكتيف تيشو فاسكولر، يعني في أوعية دموية. فالأوعية الدموية اللي في الكونكتيف تيشو جوا بتساهم في وصول الغذاء نيورشمنت والأكسجين للإبيثيليال تيشو. فعمل بروفايد للفورم أوف أورجان وعمل مينتين الحفاظ على شكل الأورجان. صح ولا لا؟ صح. Support different tissue and organs. قلنا مش بيعمل support الدعامة. كيف بيعمل support different tissue and organs؟ بيعمل دعامة لل skeletal muscle tissue الموجودة، بيعمل دعامة لها عن طريق بربطها، بيكون رابطها بتندون مع العظم، فعملها support ثبتها. طب كيف ثبت الأعضاء؟ support لل organs. كيف ثبتها؟ أنا بدي أعطيك مثال واحد. مش اتفقنا إنه النسيج الدهني يعتبر كونكتيف تيشو؟ صح. هسا انت عندك كليتين، عندك كلية هون الرسم بيخزي عادي، كليتين. الكليتين ايش اللي مثبتهن؟ شو اللي مثبتهن؟ في الجدار، في عنا بالجدار ورا حتلاقي في طبقة دهنية هون وفي طبقة دهنية هون، انثبت الكدني فعمل سبورت للكدني، يعني عمل سبورت للأورغانز وسبورت الديفرنت تيشوز السكيلتال ماسلز، بس تكون مربوطه في العظم عن طريق التندون اللي بيعتبروه كونكتيف تيشو. فعمل سبورت للاورجانز وعمل سبورت للتيشو. وعلى فكره احيانا الناس اللي بيعمل بيجيك واحد ناصح كتير بيقول بروح من كثر الاكتئاب من نصاحته فبيعمل رجيم حاد بوكلش، يعني بيقعد بجوز 5-6-7 ايام ما بوكلش وهو صابر على حاله. هذا مصيب اللي عمله. ليش؟ لأنه ممكن هذا الرجيم يقضي على الطبقة الدهنية، هاي يؤدي إلى سقوط الكلية، تسقط الكلية. تصدق؟
فاحنا فموضوع الكونكتيف تيشو استفادوا العلماء منه في ابحاث وفي امراض، وعملك كونكت اند بين ديفرنت بادي ريجونز، بربط مناطق مختلفه من الجسم. زي ما قلت لك الفخذ يرتبط مع القدم، او مثلا اقول لك شغله الليج الليجز الساق تحت ساق اجريك، والفوت اللي هو القدم المسطحه تاعتك بيرتبطوا باربطه ليجمنت كونكتيف تيشو، فربط ديفرنت بادي ريجونز. بروفايد ا ميديوم فور ديفيوجن اوف نيوترينت اند ويست برودكت. قلت لك الابيثيليال تيشو افاسكولار تتخلص من الاوساخ وتعطيها الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو وصله للدم عشان بالدوره الدمويه ينزال عن طريق الليفر وثم الكدني. وديفيوجن اوف نيوترينت مش معطيه نيوترينت عن طريق الكونكتيف تيشو للابيثيليال تيشو. فهيك انت فهمت الوظائف فهم وليس حفظ بس. فانت واحد قال لك سبورت ديفرنت تيشو تقول له اه صح ماشي. الان هون شو بقول لك؟ The cells of the connective tissue. في عندنا الخلايا اللي في الـ connective tissue. اي نسيج يتكون من خلايا و extracellular matrix. الـ extracellular matrix ممكن تكون fiber، ممكن تكون molecule، اجزاء organic او inorganic، عضوية او غير عضوية. الـ cells of the connective tissue غالبا بتكون not regularly arranged، يعني ما بتكون بترتيب مرتب زي هيك، بتكون مبعثرة هون 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 هون، مبعثرة بتكون disbraced زي ما ذكرنا فوق، بتكون خلايا مبعثرة. السيلز اللي كثير مشهورة في الكونكت اللي بلاقيها في الكونكتيف تيشو ورح نحكي عنهم الثلاث بالتفصيل، أول واحدة اسمها الفايبروبلاست، ثاني واحدة اسمها الماست سيلز، ثالث واحدة اسمها النيوتروفايلز. الأولى الفايبروبلاست originate and remain in the connective tissue all their lives. originate معناها يعني بتطلع يتم انتاجها في جوا الكونكتيف تيشو، يعني مكان انتاجها تنتج في الكونكتيف تيشو وبتظل طول حياتها تتموت تتجدد. هذا اسمه الفايبروبلاست. فايبروبلاست في خلايا اسمها لها وظيفه رح نحكي عنها. الفايبروبلاست تنتج في الكونكتيف تيشو وبتظل طول حياتها في الكونكتيف تيشو. لكن عندي خلايا اسمها الماست سيلز، هي خلايا توجد في الكونكتيف تيشو لكن originate outside of the connective tissue، يعني يتم انتاجها خارج الكونكتيف تيشو. وين؟ في النخاع العضوي البون مارو. البون مارو بينتج لنا الماست سيلز ووديها على الكونكتيف تيشو، فهي originate outside the connective tissue and then come to the connective tissue. البون مارو بحطها في الدم ومن الدم بتفوت على الكونكتيف تيشو and remain in it for rest their long lives، وبتظل فيه لفتره طويله جدا تشتغل حتى تموت. واخر واحدة نيوتروفايلز، وهي نوع من انواع الوايت بلاد سيلز، نوع من انواع الخلايا الدم البيضاء، اي لها اسهام مناعي خلينا نحكي. اوريجينيت اوتسايد ذا كونكتيف تيشو، يتم انتاجها اوتسايد اوف ذا كونكتيف تيشو يعني بالنخاع العظمي في البون مارو، اند ذن كم تو ذا كونكتيف تيشو عن طريق البلاد اند ريمين ذا شورت بيريود. هون بتظل لونج بيريود، هون بتظل شورت بيريود. فهذول الثنتين نفس الشيء نفس المعلومات، لكن واحدة short period واحدة long period. المسلز for long period هاي for short period، لازم تعرف تفرق بيناتهم الثلاث. الآن أول واحدة رح نتحدث عنها اللي هي الفايبروبلاست. الفايبروبلاست most common cell in connective tissue، هي أشهر خلية في الكونكتيف تيشو. شو الوظيفة؟ مش قلت لك يا إخوان الكونكتيف تيشو في خلايا مبعثرة وبيناتها مواد من ضمنها فايبر، خيوط بروتينية زي ما شفنا هون، وموليكيولز. تمام، مين اللي بنتج هاي الشغلات؟ اللي هو الفايبروبلاست. function synthesizes fibers and produces component of the extracellular matrix. هو بنتج مواد الاكستراسيلولار ماتريكس. ممكن يكون عندما يكون هاي الخلية active اسمها فايبروبلاست. طب اذا كانت inactive fibroblast بيسموها fibrocyte. فالفايبروسايت is inactive form of the fibroblast. والفايبروبلاست قليلة الانقسام rarely divide، يعني نادرة الانقسام، وتنقسم بالميتوسيس. ميتوسيس هو بيكون انقسام المتساوي،
مش انقسام منصف. mitosis resumes when they are needed. احنا نعملها بس نحتاج when they are needed. يعني شو معناه؟ يعني افرض الكونكتيف تيشو تدمر فبتتجدد الكونكتيف تيشو مره ثانيه زي تمزق الاربطه، نحتاج انه نصنع فايبروبلاست جديده تنقسم الفايبروبلاست under influence of the several growth factor، تحت اوامر الجروث فاكتور. قلنا اي انقسام متساوي يحتاج الى growth factor عشان يسمح لحدوث الانقسام، عشان يسمح لحدوث الانقسام. متذكرين عوامل النمو اللي كانت بالانقسام تتلقى growth factor عشان تكمل عملية الانقسام لاخر طور، متذكرينه صح؟ انه بتحتاج growth factor. طيب الفايبروبلاست شو تركيبها؟ شكلها زي هيك، طلع محلها شكلها، شكلها زي اخطبوط. abundant irregularly branched cytoplasm. السيتوبلازم تبعها branched، تلاقي branched cytoplasm يعني متفرع، branched cytoplasm. السيتوبلازم تبعها متفرع وبيكون غير منتظم، متفرع غير منتظم. abundant irregularly branched cytoplasm. لو نيجي على النيوكليوس هتلاقي في النيوكليوس في نيوكليولس، وهتلاقي نيوكليوس بيل. بيل معناها شاحبة وكبيرة، large and pale staining in nucleus with a prominent nucleolus. في عنا nucleolus وحتلاقي عندي nucleus كبيرة وباهتة pale يعني شاحبة، وبتلاقي في كمية rough endoplasmic reticulum كبيرة، rough endoplasmic reticulum، وفي عنا Golgi apparatus. طيب اللي بيعرف الذكي جدا جد اللي بربط الامور، ليش عندي هون في جولجي ويل ديفلوبد، يعني في عندي جولجي اباراتس كبير رح نلاقي فيها الخليه، في كميه جولجي اباراتس كويسه، ليش انا عندي جولجي اباراتس هون؟ السؤال ببساطه، خليه الفايبروبلاست هي بتنتج الاكسترا سيلولار ماتريكس، واغلب الاكسترا سيلولار ماتريكس بروتين، فاكيد انت بدك تحتاج جولجي اباراتس اللي بصنع البروتين بكميات كبيره. مين اللي بصنع البروتين داخل الخلية؟ الجولجي أباراتس. ففي عندي جولجي أباراتس كويس، عندي كمية كويسة من الجولجي أباراتس. فهمت علي؟ ممتاز. هاي خصائص اللي هو الفايبروبلاست. الفايبروسايتس، اتفقنا الفايبروسايت هي الانأكتف فور من الفايبروبلاست، بتكون أصغر، بتكون سايتوبلازميك بروسس. هاي اسمها، هاي سايتوبلازميك برانش، بسموها سايتوبلازميك بروسس. فأقل سايتوبلازميك بروسس هيها، طلع كيف لو تحدد الخلية انت، هاي الخلية طلع فيش عندنا هون برانش كثير، فأقل سايتوبلازميك بروسس. والنيوكلياس سمولر اند داركر، النيوكلياس طلع قد بتكون داركر، تكون يعني مسودة أكثر، هذيك بيل شاحبة، وبتكون أصغر هذيك لارج، ولس رف اندوبلازميك ريتيكولوم. تمام. وعندنا الميوفايبروبلاست الصنف الثالث، فايبروبلاست سيلز with contractile ability. with contractile ability شو معنى الفايبروبلاست سيلز؟ الفايبروبلاست سيلز بتساهم في تصنيع بروتين عادي نفس هذيك، لكن with contractile ability يعني بتقدر تصنع بروتينات مثلا عند القدرة على الانقباض والانكماش. important in wound contraction. مرحلة شفاء الجروح مرحلتين. الآن على سبيل المثال لو عندك تيشو، عندك تيشو وفجأة هذا التيشو صابه wound، جرح، wound معناها جرح، صابه جرح قشط فانقسم لهيك، قسم لهيك، فصار في عندي الجاب هذا، صح. تيجي اول شغل الميوفايبروبلاست، الميوفايبروبلاست
بتنتج مواد عند الكونتراكتل ابيليتي، عند القدره على بروتينات لها القدره على الانقباض، فبتعبي المنطقه هاي مثلا بهاي البروتينات، فبتسحب المنطقه هاي فبتشد لهون تنقبض اكثر، والمنطقه بتنقبض اكثر فبصير الجروح اصغر بكثير، وبعدين بتكون عندي هون بعدين هيك بصير سهل شفاء الجروح اللي صار في التشو. فالمايوفايبروبلاست هي في الووند كونتراكشن مهمه جدا. Fibroblasts with a contractile ability important in the wound contraction. فهمنا شو معنى الwound contraction؟ المايوفايبروبلاست هي اللي بتساهم في الwound contraction، تنتج مواد عند الcontractile ability، بروتينات عند الcontractile ability. هاي المواد اللي عند الcontractile ability بتساهم في الwound contraction، بتساهم في الwound contraction. سهل صح؟ الآن نيجي على المايكروفاج أو المونونيوكليار فاجوسايت سيستم. المايكروفاجس، المايكروفاج على سبيل المثال، على سبيل المثال لو عندنا بكتيريا غريبة فاتت على الجسم، فاتت الجهاز المناعي حيستوعب انه هاي البكتيريا اشي غريب على الجسم، فاول شغل بباله هيحاربها، فالجهاز المناعي عن طريق الخلايا الليمفاوية، بطلق الانتيجين، بسموها مولدات الضد، مولدات الضد حترتبط في البكتيريا. مدام الآن الأنتيجين ارتبطت في البكتيريا بيحفز خلايا، الخلايا الهاضمة أنا بسميها اللي بتوكل، فبتروح تبلع البكتيريا. شو بتسوي؟ بتروح تبلع البكتيريا، تمام؟ مين اللي بصنع لي الأنتيجين؟ بسموها الليمفوسايت، الخلايا الليمفاوية، وهي جزء من الوايت بلاد سيل، خلايا الليمفاوية بتروح على البكتيريا ترسل عليها الانتيجين، الانتيجين بتفاعل مع البكتيريا، واحيانا البكتيريا بتكون عنيدة بتسبب ضرر في الجسم، الى انه الانتيجين اخر شيء بتتغلب عليها ويتفاعل معها، وبتيجي اخر شيء خلايا الهاضمة وبتبلعها. شو الخلايا اللي بتبلع البكتيريا؟ اسمها المايكروفاجس. طب كيف بدها تنشأ المايكروفاجس؟ في عندي شيء البون مارو، احنا قلنا هو النخاع العظم، نخاع العظم بينتج لنا خلايا اسمها المونوسايت، فورم ان ذا بون مارو، النخاع العظمي، البون مارو بيكوننا المونوسايت. المونوسايت اللي تكونت travel with the blood، تنزل على الدم وبتروح من الدم وبتدخل في الكونكتيف تيشو، اي كونكتيف تيشو، bypassing through the capillary walls. كيف فاتت هاي المونوسايت على التيشو؟ لان انا عندي اوعيه دمويه صح، بيكون مشغل عندي شريان، بعدين شريان اصغر، بعدين بتوصل للشريان الاصغر شيء اللي بيكون اللي هو الكابيلاريز، بسموه الاوعيه الدمويه، اللي هو بسموه الشعيرات الدمويه، بعدين عشان بيطلع من الشعيرات الدمويه هاي المونوسايت وبتفوت الكونكتيف تيشو ثرو ذا كابيلاري وال. اكتيفيتد مونوسايت، الان تنشيط هاي المونوسايت will form several types of the phagocytic cells in the tissue، حيسوينا المايكروفاجس أو بسموها الفاغوسايتيك سيلز، لأنه عملية بلع البكتيريا اسمها الفاغوسايتوسيز، فاسمها الميكروفاج أو بسموها الفاغوسايتيك سيلز. والمايكروفاج in different tissue are given different name، ممكن المايكروفاجس ألاقيها different tissue،
الاقيها باماكن كثير مختلفه. هذا بعطيها اسماء متعدده، مش موضوعنا، بس انت فهمني شو المبدا الرئيسي. تعال نشوف تركيب الاستراكشر تبع المايكروفيج. المايكروفيج اللي هي جزء من الجهاز المناعي، لو طلعنا على سطحها هتلاقي indentations و protrusions. شو معنى الindentation؟ بطلع على السيرفس السطح هلاقي الindentation والprotrusions. هاي اسمها البروتروجنز. المسافات اللي بين البروتروجنز، هاي بروتروجنز 1 وهي 2، هاي بسموها الاندنتيشن. فبلاقي اندنتيشن وبروتروجن، بروتروجن between them، between the protrusions there is indentations. وحلاقي حلاقي eccentric oval kidney shaped nucleus. كدني معناها كلية، حلاقي نيوكليس شبه الكلية أو شبه البيضة، أوفال معناها بيضوي شبه البيضة أو شبه الكلية الكدني، شكل الكدني، وبتكون إكسنتريك يعني جاي بالنص تقريبا، ممتد للنص. إكسنتريك معناها أنه بالنص بس ممتد للطرف، يعني هي من النص لحد الطرف، هذا بسموه إكسنتريك. إكسنتريك أوفال كدني شبه النيوكليس. حلاقي رف إندوبلازمي كريتيكولوم كثير وجولجي أباراتيس كثير فيها. طيب مش خلايا هاضمة، كيف بدها تهضم؟ فيها كمية لايسوسوم كبيرة، اللايسوسوم فيها انزيمات هاضمة. والله خلق الممبرين تبعها، غشاء السيرفس، بيعمل خاصية السودوبوديا. السودوبوديا معناها الأقدام الكاذبة، يعني لو اجت بكتيريا تتقرب من هون، هي بيكون شكلها دائري عادي طبيعي، فجأة بتصير شكلها زي هيك وبتبلع البكتيريا. بسموه السوديبوديا، الأقدام الكاذبة، يعني تتحرك بطريقة تمويهية، تضحك على جنبها. هذا الشيء اللي هضمته اسمه الفاغوسوم، بس فات هذا، هاي الدويرة هاي هيك البلعمة هاي بسموها الفاغوسوم. والفاغوسوم تتحول بغض النظر، اخر شيء تنهضم وبتنكب، انتهت. تمام هيك شرحتك الفكره انا. طيب ايش وظيفه الماكروفاجوس اللي ساعه قاعد بحكي؟ فاجوسايتوسيس اي انا بتسهم بموت الخلايا، المايكرو اورجانيزم. شو معنى اورجانيزم؟ الكائنات الحيه. شو معنى مايكرو؟ الكائنات الحيه الدقيقه مثل البكتيريا، حتى الفيروسات خلاكي كمان، معناها مش اورجانيزم بس فيروسات كمان. والنيو بلاستيك سيلز، شو معنى كلمة نيو بلاستيك سيلز؟ الأورام السرطانية، ورم يعني خلايا سرطانية، خلينا نحكي نيو بلاستيك سيلز. الورم بيحتوي على خلايا سرطانية، والخلايا السرطانية بسموها نيو بلاستيك سيلز، ونيو بلاستيك تشو النسيج السرطاني، نيو بلاستيك إلى آخره. نيو بلاستيك تسمع، شوف كنية نيو بلاستيك، تعرف إنه. والخلايا الميتة والديبريس يعني المكونات المتحللة في الجسم، والأبنورمال إكسترا سيليولار إليمنت، ده الشرح تهضمها. طب واحد بيقول لي النيو بلاستيك، أنا فاهمك كيف تهضم الخلايا السرطانية، شو تأثيرها؟ اللهم عافينا وعفو عنا الإنسان اللي معاه سرطان، تطلع عليه زي هيك بتلاحظ انه عنده كل ما السرطان بتفشى فيه اكثر، نسبة الخلايا المتقلصة اكثر وبتتقلص عنده، بتحسه انه بنقص وزنه بشكل مش طبيعي. معاه سرطان الله معافينه وعافاه عنا، بنقص وزنه. نقصان الوزن هاد لانه في عندنا خلايا الماكروفيج بضل تهضم التيومر. طب واحد بيقول لي اذا ما على والله عجوري والله انها كثر الله خيرها بتهضم الخلايا السرطانية، طب ليش من الخلايا السرطانية بتروح من جسمنا؟ ببساطة لأنها تتفشى، تفشي كثير مع هضم كثير، نقصان منزل بشكل هائل. وأحيانا التفشي مش قادر، الجسم نفسه ما بيقدر يسيطر عليه، بس بيحاول يهضم يقلل منه. لكن افرض فات على الكلية، هضم الكلية،
انت فاهم كيف؟ تمام. الان الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز الخلايا، كريات الدم كريات الدم الحمراء وظيفتها نقل الاكسجين وازاله السي او 2 مثلا في الدم. قديش بتقعد انت في الدم خليه الريد بلاد سيلز وحده؟ بتقعد 3 اشهر، بعد 3 اشهر تيجي تموت. طب مين اللي بقتلها؟ ببساطه بتروح لنخاع العظم، destruction of the blood red blood cells. اتوقع انه اذا يعني صراحه انا نسيت وين بتنهضم بكل صراحه، اتوقع كانه بالطحال. طحال اتوقع يعني انه بتروح على الطحال، ومن الطحال اللي بسموه السبلين، سبلين مع الطحال، وبتلاقي الفاجوسايتك سيلز هاي وبتهضمها. ف destruction of the red blood cells. الانتي جين بريزنتيشن تو ذا ليمفوسايت. واحد بيقول لي بلشنا نحكي طلامس، شو معنى انتي جين بريزنتيشن تو ذا ليمفوسايت؟ انا بقول لك شو معناها، مع انه ما اتاكد متاكد انه واحد شرح لك اياها، بس انا فاهمك اياها عشان تفهمها وتتذكرها ما تكون حافظها. بتذكر اخوان الليمفوسايت معناها الخلايا الليمفاويه. مش قلت لك دخلت بكتيريا على الجسم؟ بكتيريا غريبه، دخلت بكتيريا غريبه على الجسم، بكتيريا. بعد ما دخلت البكتيريا اجت الليمفوسايت اعطتني، انتجت لي خلايا اسمها البلازما سيل، رح ناخذها كمان شوي. البلازما سيلز انتجت لك الانتيجين، الانتيجين ارتبط في البكتيريا وعرف البكتيريا، يعني صارت بس يرتبط الانتيجين بالبكتيريا بتصير هدف للفاجوسايتك سيلز. فبيجي المايكروفيج بهضم هاي البكتيريا. بتعرف شو بسوي المايكروفيج؟ بروح هاي 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 شكل خلية المايكروفيج، بمسك الانتيجين اللي كان مع البكتيريا، بتذكروه ايش قلت لك بيرتبط مع البكتيريا الانتيجين، وبحطه على السيرفيس تبعه على مستقبل معين، بحط الانتيجين انتي جين وبعمل انتيجين بريزنتيشن. مش بتقول لي عجوري مرات انه انا بعمل بريزنتيشن في الجامعه، يعني بقدم عرض وبرضه المايكروفاجا بتمسك الانتيجين بتحطه على سطحها وبترسل اشارات للليمفوسايت اني انا هي قتلت البكتيريا. الله اكبر، هاي الانتيجين معي، يعني معناها زي هيك. فالانتيجين برد بيرجع للليمفوسايت، والليمفوسايت بترد تنتج كمان بلازما سيلز وبترد تنتج انتيجين اكثر عشان تقتل بكتيريا اكثر. فهمت علي كيف الفكره؟ فبتعمل انتيجين بريزنتيشن تو ذا ليمفوسايت، يعني تعطي تعليمات للليمفوسايت انه انا هي قتلت البكتيريا، هي الانتيجين معي. بتعمل انتيجين بريزنتيشن، تعمل عرض تقديم للليمفوسايت، فالليمفوسايت تنتج انتيجين كمان زياده. هاي فكرة الانتيجين بريزنتيشن. طيب مش قلتك انا المايكروفيج بتهضم خلايا سرطانية صح؟ لو نفرض خلايا عندنا خلية سرطانية وكان فيها فايبر حواليها كتير، او تيشو سرطاني، تيشو مش تكون في اكسترا سيلولار ماتريكس، فكيف المايكروفيجس حتساهم بس يتبلع في هاي الخلايا؟ عن طريق تفرز السيتوكاينز بيساهم في موت هالخلايا السرطانية. السيتوكاينز. طب الكولاجينيسز بيساهم في تحطيم الكولاجين فايبر اللي في الاكسترا سيلولار ماتريكس حوالين التيشو السرطاني على سبيل المثال. انا بحكي مثال السرطاني. الكولاجينيسز كولاجين، في فايبر كولاجين في الاكسترا سيلولار ماتريكس، فبيجي الكولاجينيسز بحطمه، لانه ممكن يتفشل كونكتيف تيشو السرطاني، يعني سرطاني بيكون في تيشو معين ممكن يتفشل الكونكتيف تيشو، فانت بدك تدمر، لو انت بدك تهاجم هذا التيشو هتبعث عليه السيتوكاينز يساهم في تحطيم الخلايا، والكولاجينيسز مثلا يحطم الكولاجين فايبر الموجوده في الاكسترا سيلولار ماتريكس. مش منطق؟ منطق. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره بافضل صوره. اللي بعده عندنا الماست سيلز. الماست سيلز بتكون لارج اوفيل راوند سيلز، تكون شبه البيضه مدوره شبه البيضه وكبيره
والسيتوبلازم تبعها بيكون فيه سكريتوري جرانيولز، سكريتوري جرانيولز بيزوفيليك، يعني غدد جرانيو، يعني لا جرانيولز يعني يعني زي شغلات فيها مواد افرازيه، زي شغلات دائريه فيها مواد افرازيه، وبتكون هالمواد الافرازيه بيزوفيليك، بيزوفيليك سكريتوري جرانيولز. والنيوكلياس بتكون سمول، النيوكليا تكون صغيره، سفيريكال بتكون كرويه وصغيره، and centrally located وتقع في المنتصف، might be obscured by granules. وإذا كانت كمية الجرانيولز في الخلية كبيرة مش هتشوف النواة، زي هاي زي هاي الخلية في عندي كمية الجرانيولز كبيرة، سكرتري جرانيولز كبيرة، فمش هتشوف من كثرة مش هتشوف النواة. والآن هاي الخلية لها ألوان مختلفة وستينينج مختلفة depending on what connected in their secretory granules، حسب شو في عنا في السكرتري جرانيولز، muscles might change the blue color of basic dyes into different color، ممكن تغير الالوانها حسب شو الجرانيولز جواتها. اذا الجرانيولز لونها زهري فتقلب زهري لانه كميه الجرانيولز فيها كبيره. وهاي الظاهره تغير الالوان حسب المواد جواتها بسموها الميتاكروميزيا، بسموها الميتاكروميزيا، الميتاكروميزيا. طب شو وظيفه هاي الماسلز؟ الماسلز هاي بالنخاع العظمي بتنزل على تنزل على الدم من النخاع العظمي بتروح للكونكتيف تيشو. طب هاي ربنا سبحانه وتعالى ليش خلقها فينا؟ ليش خلقنا فيها؟ انا بقول لك شو، تذكر يا اخوان فيروس، انا بحب اذكر انت كثير عشان ضلك فاهم كل شيء بتاخذه بحياتك. تذكر بس قلنا لك انه الفيروس او البكتيريا بتم هضره باي المايكروفيج بيعمل انتيجين بريزنتيشن وكذا للليمفوسايت. طيب انت بتعرف الانسان احيانا بيصيبه انفلونزا، بزعل انه صابته حراره، بزعل انه بلش يعطس، بزعل انه بلش يزكم، بزعل من كل هاي الشغلات، بتضايق قول يا رب انا ليش صارني هيك، ليش صاب فيي هيك. بتعرف انه هاي نعمه من رب العالمين انه الانسان يصيبه اعراض، لانه احنا كيف كيف ندل على المرض اللي ما في اعراض اصلا؟ صح، نعمه انه تصيبك اعراض. ففعلا اذا انصبت من مرض وظلك قاعد ممكن توصل لحالات متقدمه وبتضربك المرض وتقرب تموت بلحظه واحده، وتقول يا رب ليش صار فيي زي هيك؟ لانه انت ما صابتك الاعراض. بغض النظر انا مش ادخل في التفاصيل، لكن لو دخل كوفيد 19 قلنا بيأثر على الجهاز التنفسي. الان عندما يتفاعل البكتيريا والانتيجين مع بعض يصير يعني الجهاز المناعي يهاجم البكتيريا بالمنطقة اللي بيهاجم فيها، زي ما تقول بحط بقول هاي منطقة خطر. طب كيف بدنا نعرف انه هاي صارت منطقة خطر؟ عن طريق بتصير في هالمنطقة التهابات، بسيبها التهابات وبترتفع حرارة المنطقة وبسيب التهابات. فإذا الكوفيد 19 كان يصير في الريسبيراتوري سيستم كان يتفاعل الاميون سيستم اللي فيك مع البكتيريا يعمل التهابات في التهابات الجهاز التنفسي اللي صار في الكوفيد 19. طب كيف؟ عن طريق الماست سيلز. الماست سيلز شو بتسوي؟ تفرز الهيبرين والهيستامين، كل واحد له وظيفه مختلفه. الهيستامين هو اللي بيسوي الالتهابات، بيسوي الاحمرار، بيسوي خلينا نحكي اللي هو الحك والالتهابات والحراره. الهيستامين بيعمل الوجع، والهيبرين بيعمل على توسيع الاوعيه الدمويه في هاي المنطقه. طب مش منطقيا اذا وسعنا الاوعيه الدمويه حيزيد تدفق الدم لهاي المنطقه فتحس فيها صابع احمرار، نوع من الاحمرار والتهيج، لانه الاوعيه الدمويه في هاي المنطقه توسعت، صح؟ عن طريق الهيبرين والهيستامين، عن طريق الهيبرين والهيستامين. فالهيبرين زي ما قلنا بيوسع الأوعية الدموية، والهيستامين بيعمل على تهيج في المنطقة، فبنعرف انه المنطقة صار فيها حساسية، صار فيها allergic، صار فيها inflammatory الهاب، تم التهاب. and various inflammatory molecule important in inflammatory and allergic reactions. inflammatory معناها التفاعلات الالتهابية أو الحساسية. أنا بعرف إني طولت في الشرح بس جد أنا بحب تفهم كل حرف، والله هاي الشغلات مهم تفهموها، والله بتريحوا حالكم لقدام. البلازما سيلز large ovate cells with basophilic cytoplasm
because it is rich in the rough endoplasmic reticulum هاي مش راح اشعرها و no secretory granules هون ما في بيكون فيها secretory granules secretory granules قليلة بتكون ما تفيش فيها secretory granules في البلازما سيلز Golgi and centrioles occupy centrioles الجولجي اللي بتصنع البروتينات في الخلية السنتريولز تعرف شو السنتريولز هي الأجسام المركزية بتتذكر في أطوار بس نساعد في انقسام الخلية مش في أجسام مركزية بتطلع الخيوط المغزلية اللي بترتبط في اللي بترتبط في الكروموسومات وبتقسم الكروموسومات تذكرين قصص هاي فهتلاقي الجولجي عبارة اس والسنتريولز أوكيوباي بيكونوا يعني بيملأوا أجكستن نيوكليير بوزيشن شو معنى أجكس جاكستن نيوكليير بوزيشن شو معنى جاكستن نيوكليير بوزيشن معناها بقرب النواة جاكستا بقرب النيوكليير نواة بقرب النواة المواقع القريبة من النواة هتلاقي فيها جولجي وسنتريولز في البلازما سيلز كثير وبتكون أبير بيل وتظهر بشحوب زي هاي المناطق تمام الان النيوكليوس سفيريكال يعني كرويه وايكسنتريك يعني بالمركز ومايل للطرف هاز دارك بريفيرال ريجونز الان الاطراف تاعيتها هاي النيوكليوس هتلاقي منطقه هون مضيئه ومنطقه مثلا طرف من هون مش مضيء هتلاقي منطقه مضيئه هون مثلا وهو مش مضيء هتلاقي منطقة مضيئة والطرف مش مضيء طلع has dark peripheral regions alternating with lighter regions يعني في مناطق محيطة فيه بالبريفيرال يعني بالطرف عليه بالطرف النواة بتحسه darker مسود ومنطقة مضيئة تفهمك كيف في هنا منطقة هون هتلاقي في هون سويدات هاي المنطقة بتلاقيها مبيضة هاي المنطقة مسودة هاي المنطقة مبيضة تلاقي منطقة مسودة داركر هاي المنطقة مبيضة تلاقي منطقة مسودة مبيضة طب شو سبب هذا الاختلاف وبيعتبروه زي عقارب الساعة لاحظ تتغير زي عقارب بتظل تتغير على فكرة طلع كيف بتصير هيك بعدين بتصير هون طلع زي عقارب الساعة بعدين بتصير هون بعدين بتصير هون بعدين بتصير هون هون بعدين هون طلع زي عقارب الساعة هاي المنطقة اللايتر والداركر في البلازما سيلز بتتغير زي عقارب الساعة هون بوصف يعني بصراحة بوصف لك زي هيك تمام لايتر ريجونز كلوك فيس ابيريانس وشورت لايف سبين من 10 ل 20 دريفت فروم بي ليمفوسايت اللي بتنتجها الخلايا المناعية الخلايا الليمفاوية البي ليمفوسايت وظيفتها برودكشن اوف انتي بوديز مش قلنا اخوان بس يفوت فيروس الليمفوسايت بينتج البلازما سيلز عشان يعطيك الانتي بوديز اللي بتهاجم الانتي جين الانتي بوديز الاجسام والله اللي ساعه بقول انتي جين يا الله خربطت مش انتي جين انتي بودي انتي بوديز عفوا وحكوا على راسي عادي بس عادي ان شاء الله مش بنات انتي بوديز الاجسام المضاد طيب الفايبرز اوف ذا اكسترا الان خلصنا السيلز انا ساعه بنحكي ماس سيلز حكينا الماس سيلز حكينا عن الفايبروسايت حكينا عن البلازما سيلز اللي بتفوت في الكونكتيف تيشو كل هاي الشغلات وصفناهم هيستولوجيكال ستراكشر والاخري والمايكروفاج الان نيجي نتحدث عن الاكسترا سيلولار ماتريكس الاكسترا سيلولار ماتريكس تاعت الكونكتيف تيشو هتلاقي كولاجين فايبر هتلاقي ريتيكولار فايبر هتلاقي إلاستيك فايبر كل واحد بس نصورها فهمك إياه from بروتين كولاجين from بروتين كولاجين from إلاستين بروتين يعني الكولاجين فايبر مصنوع من الكولاجين بروتين الكولاجين الريتيكولار فايبر مصنوع من البروتين الكولاجين لكن الإلاستيك فايبر مصنوع من بروتين الإلاستين احفظ من إيش كل واحد مصنوع يعني الفايبر اللي حول الفايبر تمام بتكون مصنوع من بروتينات نيجي أول شغلة على الكولاجين فايبر الخيوط الكولاجينية It present in different tissue بلاقيها في الجلد بلاقيها في العظم بلاقيها في الكارتليج الغضاريف شو معنى كارتليج غضاريف
بالبيز اللمنة تحت الابيثيليال تيشو في الليجمنت. هاي الليجمنت معناها الأربطة اللي بين العظم والتندون الأوتار. بلاقي الكولاجين فايبر في التندون ليجمنت بيز اللمنة. شو بتساهم الكولاجين فايبر؟ بتكون فيها نوع من القساوة، مش بتيجي على الواحد بتقول له بلا ما يا عشد حيلك، اللي بعطي شدة الحيل للكونكتيف تيشو هي الكولاجين فايبر، لانها بتكون قاسية ما فيها مرونة، عبيطة يعني بتجيبها يمين ما تجيش معك، انا بظل هيك ثابت بعطي تعمل سبورت سترينث تو ذا تيشو، بتعطي قوة للنسيج. Several type of collagen protein exist. موجود في عنا كثير أنواع، هستتكون من أنواع كثيرة من الكولاجين بروتين. الكولاجين ترين أوفر is slow in some organs. تجدد هذا الكولاجين فايبر ترن أوفر يعني تجدده بيكون بطيء في بعض الأورغانز مثل التندون. التندون الأوتار تجدد الكولاجين فيها بيكون كثير بطيء. فتمزق مثلا الأوتار، تمزق الأوتار، تمزق الوتر ممكن يكون جدا مؤلم ويحتاج وقت كثير من الاستشفاء، زي التمزق، تمزق العضلي ممكن يأثر على الأوتار واستشفاء ويحتاج وقت طويل يعني صراحة إلى آخره. In the periodontal membrane. Periodontal membrane اللثة إخوان، مش الاسنان، اسنان مثبته في غشاء بسموه غشاء اللثه، البريودنتال ميمبرين، هذا بيكون فيه كميه كولاجين فايبر كويسه، لكن بسبب تعرض الثم لظروف كثير صعبه فالكولاجين هاز هاي تران اوفر ريت، تجدده بيكون كثير سريع، دائما بيتجدد، وهي حكمه من الله عز وجل، هاي حكمه من الله عز وجل، تجدد البريودنتال ميمبرين بالكولاجين فايبر بشكل سريع، بشكل سريع. طيب الان الكولاجين فايبر سمكه مراحل، سمكه مراحل، فبيجي طلع الصوره هاي. المرحله الاولى الخيط الواحد بيكون عباره عن خيط واحد بسموه كولاجين فيبرال. شو بسموه؟ كولاجين فيبرال. الكولاجين فيبرال تتجمع على بعضها البعض زي هاد، بعطيك كولاجين فايبر، هو مجموعة من الكولاجين، هو عبارة عن كولاجين فيبرلز اتاشمنت تو ذا ايتش اذر، يكونوا متصلين مع بعض زي الحبل. والكولاجين فايبر مجموعة مع بعض منهم بعطوك واحد كامل بسموه باندل اوف كولاجين فايبر، حزمة من الكولاجين فايبر. فثلاث مراحل، كولاجين فيبرل بعدين بتحول بتجمعوا مع بعض بعطيك كولاجين فايبر، بعدين بتجمعوا مع بعض بعطيك كولاجين باندل. شو بعطيك؟ كولاجين باندل الى اخره. طيب باندل فيبرلز فايبرز باندل، كولاجين فايبر فايبرز ماي بي ان فورم اوف ثيك باندلز، ممكن نلاقيها سميكه زي الباندلز مثل التندون والليجمنت، تندون والليجمنت الاوتار والاربطه بنلاقي فيها ثيك باندلز من الكونكتيف تيشو من الكولاجين فايبر، وممكن نلاقيه فيبرلز از ذا في ذا انكور اوف ذا بيزل لامينا. في البيزل لامينا مش قلنا احنا في البيزل لامينا في عندنا كولاجين فايبر، في الميزل في البيزل لامينا بنلاقي احنا خيوط كولاجينيه متفرقه صغيره في البيزل لامينا اللي تحت ال تحت الابيثيليال تيشو، بنلاقي فيبرلز، ما بنلاقي لا فايبر ولا باندز، بنلاقي فيبرلز، او ممكن نلاقي نتوركس شبكه بسموها فايبر. الان في بشر امراض بصيبوا زياده في الكولاجين، وفي امراض بصيبوا نقصان في الكولاجين، نقصان في الكولاجين ديزيز. الامراض، اول مرض عندنا اسمه الاوستيوجينيسيس امبرفكتا، اوستيوجينيسيس امبرفكتا، فشل في انتاج العظم، فشل اوستيو معناه عظم، جينيسيس انتاج العظم،
imperfecta يعني ضعف إنتاج العظم أو سموه زي هشاشة العظام. genetic defect in collagen synthesis مرض جيني في إنتاج الكولاجين، يعني بيكون عندك نقص إنتاج الكولاجين، لكن مرض جيني osteogenesis imperfecta affect all body أكيد نقص العظم أنت شليت الجسم كله. a severe condition أعراض كثير خطيرة may result in a spontaneous bone fracture لدرجة ممكن العظم يتكسر. اللي بعطي الكولاجين صلب وبعطي القوة للعظم، تكسر العظم بسبب قلة الكولاجين. طيب بعض الأطفال هسا بيجيك حالة، في مرات بتجيك حالة نادرة بس بتجيك طفل يعاني من نقص، بيجيك على المستشفى بيكون يعني أسنانه متساقطة، بتيجي أمه بتركض عليك الركض، يا دكتور مشان الله مال الولد أسنانه بتتساقط، يعني قاعد أنا اليومين هذولا صار ساقط له 4-5 أسنان، هذا حالة أبنورمال يعني حالة مش طبيعية هاي أكيد، أو وقعت أسنانه هيك بيومين ثلاث تلاقي يقول لك ها مستحيل كلها تجدد توقع أسنانه مرة واحدة. فأنت هنا تطلب عينة فيتامين سي. طب سؤال، ليش طلبت عين فيتامين سي؟ في بعض الدكاترة حافظ حفظ بدي فيتامين سي. ليش؟ الفيتامين سي عنصر يدخل في تركيب الكولاجين، في صناعة الكولاجين، عنصر بستخدمه في صناعة الكولاجين. جسمك بس تصنع الكولاجين عن طريق الفايبروبلاست بيحتاج فيتامين سي، بيحتاج الفيتامين سي يعني فيتامين سي. فالإنسان عنده نقص فيتامين سي يعني صناعة الكولاجين حتقل، والبريدنتال الممبرين بيحتاج تجدد للكولاجين بشكل سريع، فعندك نقص فيتامين سي يعني إنتاج قليل، يعني صفة اللثة ضعيفة مش قادرة تحمل الأسنان فبتوقع الأسنان. Bridental membrane is mostly affected the teeth fall off تسقط الأسنان، ها بسموه scurvy، هذا شو بسموه scurvy. وفي عندك sclerosis accumulation of collagen بيأثر على الجسم كله، الكيلويد accumulation of the collagen in the skin wound بيأثر على التئام الجروح، بيأثر على التئام الجروح. سهل صح؟ سهل، الله أكبر عزة الله. وعندنا الفايبر الثاني، عندنا الريتيكولر فايبر، هو بتكون من كولاجين بروتين وبيكون ثينر ذان كولاجين فايبر، بيكون سماكته أقل وبيكون زي الشبكات يا إخوان، طلع كيف عليه، هيو زي الشبكات، زي الشبك وبيكون ثينر، حسوا زي الشبكة، هذا بسموه الريتيكولر، اصلا معنى الريتيكولر شبكه، فالخيوط الشبكيه زي ما بسموه زي الشبكه بتعمل. طب احنا بتكون صبغتها سودا، كيف العلماء بس يجي يحضروا التشو يشوفوا هاي اللا، بستخدموا ستين بلاك صبغه سودا وبحطوا على على التشو فضه، بيعملوا سيلفر امبريجينيشن يعني بيغمسوها بالفضه وبحطوا ستين بلاك، اللي بيكشف هاي التيشو الستين بلاك والسيلفر امبريجينيشن لانها بتحب الفضه بتتفاعل مع الفضه، فبسموها ارجيريوفيليا. شو معنى الارجيريوفيليا او الارجيريوفيليا؟ الارجيريوفيليا شو معنى الارجيريوفيليا؟ معناها انها الارجيريو محب فضه، ارجيريوفيليا محب للفضه، قلنا فيليا يعني اسيدوفيليك محب للحموض، وارجيريوفيليا الارجيريوفيليا بيكون محب للفضة، محب الفضة. سيلفر امبريجينيشن مع ستين بلاك بيكشف لك الريتيكولار فايبرز في التشو. فورم ان اتورك قلنا بيسوي زي الشبكة of fibers، شبكة خيوط بتكون محاطة تعمل برينكايما. شو معنى برينكايما؟ بتلاقي أورجان معين يعني عضو معين محاط بشبكة من هاي، بتعمل حمايته بتساعده على التمدد إلى آخره. برينكايما يعني ها بسموه برينكايما مجموعة من النتورك of the several organs. برينكايما هي النتورك الشبكة هاي بسموها برينكايما، مثل الليفر والسبلين والليمف نود والبومرو. الليفر كبد السبلين اللي هو الطحال، الليمف نود الغدد الليمفاوية، والبومرو اللي هو النخاع العظمي. allow organ to stretch يعني تسمح لبعض الأعضاء إنه يتمدد، زي الأرتريز الشرايين واليوترس الرحم، الرحم يتمدد
كيف بده يتمدد؟ مش قلنا احنا مرات من خصائص الرحم اللي بيكبر حجمه وبتمدد، اللي بيساعد على تمدد الرحم وزياده الحجم انه الريتيكولار فايبر بتكون فيه كبيره، بيساعد على ستريتش. والارتريز الشرايين انت بس تعطيه، انت واحد بيكون معاه جلطه تعطيه اسبرين بيساعد تمدد الشرايين. تمدد الشرايين هذا بحدث عن طريق الريتيكولار فايبر ستريتش اوف ذا ارتريز. وفي عندنا الالاستيك فايبرز، اخذتوا مصطلح في الايكونومكس ما بعرف اذا اخذتوه انتو بس اتوقع انكم اخذتوه، اسمه الالاستيسيتي اللي هو معناه المرونه. الالاستيك فايبر هو القيوط البروتينيه المرنه، وقلنا هذا الالاستيك فايبر ما بتصنع من كولاجين بروتين، بتصنع من الالاستين بروتين، وبكون ثينر ذان كولاجين، وبيعمل اللي هو زي شبكه ديسبرزد بتكون مبعثره بين الكولاجين باندلز. هي كولاجين باندلز بتكون عندي الشبكه هي المبعثره زي هيك، هاي الشبكه السوداء شفتها، ها بسموه ديسبرزد بتوين كولاجين باندلز ان ذا اورجانز سبجكت تو ستريتشينج اند بيندينج، بتساعد على الانقباض ستريتشينج اند بيندينج اوف اورجان. الغرض منها organ subject لغلط في الأعضاء subject to، والسبب إنه تعمل stretching and bending. elasticity فيها مرونة، تمتد تتخلص تتمدد. elastic fiber my elastic fibers my form a fenestrated sheet، تعمل طبقات in the walls of the large blood vessels called elastic lamella. lamella large blood vessels الأوعية الدموية الكثير كبيرة في جدارها، ممكن الاقي صفائح من الالاستيك فايبر بيساعد على تمدد، بسموه الالاستيك لاميولا. قلنا بتعمل الى they provide elasticity for the organ، تساهم في اعطي المرونه للاورجان. بيتم انتاجه باي الفايبروبلاست والسموث ماسل سيلز. الان الجراوند سبستانسز، احنا اخذنا الاكستراسيلولار ماتريكس فيها فايبر وفيها اورجانيك وان اورجانيك موليكيول، فيها مواد عضويه ومواد غير عضويه. الجراوند سبستانسز المواد المحيطه كمان بالفايبر، في مواد اخرى از ا هايدريتد ميكستشر، يعني بتكون عندنا ميكس هايدريتد، هايدريتد يعني مبلل، يعني يحتوي على الماء. هايدريتد ميكس يعني مواد وموليكيول بجنبها جزيئات الماء of complex macromolecules، تحتوي macromolecules اللي هو البروتينات الكربوهيدرات that fills the spaces between fills يعني بتفل تعمل يعني بتملى الفراغات between the cells and the fibers. الان انا عندي بين الخليه والخليه فيها هنا في عندي فايبر اللي بيملى الفراغات اكثر اللي هو هاي المواد اللي هو ground substance in the connective tissue. مثال على الماكرو موليكيولز الموجوده عندنا شيء اسمه الجلوكوز امينو جلايكانز. الجلوكوز امينو جلايكانز، الجلوكوز امينو جلايكانز هو عباره عن كربوهيدرات، وهو له انواع كثير، من ابرز الانواع اللي بلاقيها في الكونكتيف تيشو من الجلوكوز امينو جلايكانز اللي هو الهيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد بلاقيه في الكونكتيف تيشو كميات كبيره از جراوند سبستانس، وبلاقي البروتوجلايكانز، وبلاقي الجلايكوبروتين، بروتوجلايكان والجلايكوبروتين. الجلايكوبروتين بيساهم البيزا اللامينا تعتبر كونكتيف تيشو، البيزا اللامينا تعتبر كونكتيف تيشو. ف الجلايكوبروتين في عندي كان تمام، في عندي مثال على جلايكوبروتين اسمه الليمينين. هذا ابيثيليال سيلز، هاي ابيثيليال سيلز، تحت الابيثيليال سيلز في بيزل لامينا مش ارتبطوا مع بعض، اللي بربطهم جلايكوبروتين. جلايكوبروتين هذا الجلايكوبروتين اسمه الليمينين اوف ذا بيزل لامينا which adheres يعني بلزق البيزل لامينا تو ذا ابيثيليال سيلز ميمبرين. وبس يعطيكم الف الف عافيه. هيك بنكون احنا انهينا شرح الجزء الاول.